السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شو أخباركم؟ معكم أحمد المعاضيد، رسام تميم المجد. بس أنا بجرب هاي شلون يشتغل. أيوة كذي أحسن. قوة الفن وتأثيره على المجتمعات. إيش معنى القوة بالنسبة لكم؟ شنو القوة؟ دائما كل واحد عنده مصطلح أو تفسير خاص بالنسبة حق القوة وتفكير خاص، لكن القوة بالنسبة لي هي أنك تحدث فرق في المجتمع بشكل إيجابي. إحداث الفرق شيء صعب جدا. لما تذكر، أنا بتذكر من أول ما رسمت شلون رسمت وكيف كانت الرسمات من البداية. أول شيء هي أول ما مسكت قلم رسمت رسمة، أكيد كانت يعني مو بحلوة، بس هني كانت البداية. كنت أحلم وأفكر وكانت عندي طموحات أكثر وأتخيل. الحلو في الرسم والفن دائما ما له حدود. أنت تبي تصير طيار ترسم نفسك طيار في طيارة، تبي تصير دكتور تقدر ترسم نفسك دكتور، تبي تكون في القمر ترسم نفسك في القمر. فهي شيء حلو إنك تدخل في عالم ثاني، خيال واسع آخر. طموحاتك لازم تكون لها حدود، خاصة عند الفنانين. الفنانين وين يأخذون أفكارهم؟ من المجتمع كله. المجتمع مهم جدا في تطوير عالم الفن. سمعنا عن آلة الزمن ودائما نشوفها وين؟ في الأفلام، آلة الزمن، لكن هي واقعية؟ أنا أشوفها هي موجودة حاليا في وين؟ موجودة في المتاحف. لما تدخل أي متحف هو عبارة أنك دخلت آلة الزمن، دخلك في عالم آخر من الحاضر إلى الماضي، تنقلك من عبر هذا الجسر بحيث أنك أنت تشوف وتتعلم من أعمال فنية قوية سووها فنانين من عصور قديمة تاريخية. هذه العصور كلها اللي شفناها من خلال أعمال فنية، الحضارات اللي تعرفنا عليها، التاريخ القديم كان كله عبارة عن أعمال فنية تأثروا فيها فنانين من خلال المجتمع. المجتمعات هذه كلها كانت عندها قضايا تلامسهم، تلامس مشاعرهم، تلامس إحساسهم، تلامس مبادئهم. وكان الفنان دائما يعني من ضمن هذا المجتمع، ودائما يعبر عن مشاعر المجتمع كله، بحيث أن قوة الفن هنا موجودة. لما نتكلم عن لما نتذكر، أول شيء نتذكر صورة تميم المجد من بداية الحصار لحد اليوم. عندنا 300 يوم مر على الحصار الجائر على قطر. في 5/6/2017 انتشرت صورة، رسمة تميم المجد. هذه الرسمة عبرت عن مشاعر مجموعة كبيرة من الناس، عبرت عن الولاء، صارت رمز للحصار، صارت رمز للحب، صارت رمز لكل، صارت رمز لكل المحبين من المواطنين والمقيمين على دولة قطر. الصورة هذه شفناها في كل مكان، في البروفايل بيكتشر، عندنا في البيوت، في الشركات، في المؤسسات. من ما حط صورة تميم المجد هنا؟ من حطها؟ أبي أشوف كل واحد يرفع يده اللي حطها. الكل. أنا شفته مو بس هنا في قطر وخارج قطر، في كل مكان في العالم، لأن هي الصورة اللي عبرت عن رفضهم للحصار، عبرت عن حب، عن ولاء، عن تكاتف. فشفنا قوة الفن في تأثير على المجتمعات. لما نتكلم ونشوف عن استخدامها، ليش الكل قام يستخدمها، ليش انتشرت في فترة بسيطة. أنا أتذكر أن يعني في مجرد خمس ساعات انتشر انتشار واسع، وما كنت مستوعب هذا الانتشار اللي صاير. كانت يعني في كل مكان، في شبكات التواصل الاجتماعي، في السيارات، في البيوت، في الشركات، في المؤسسات. هنا الواحد يقعد يفكر يقول ليش انتشرت بهذه الطريقة وكذا، لأنها كانت
المشاعر اللي تترجمت من خلال العمل الفني هذا مشاعر الناس كلهم نفس مشاعري أنا. فهنا الناس كلها تكاتفت من خلال هذه الصورة بحيث التعبير فقط، لكن الحب والولاء والتكاتف موجود من زمان عندنا كلنا كمواطنين ومقيمين، لكن العمل الفني هذا كان قوي ووصل الرسالة المطلوبة. بالنسبة حق لما نقول إحنا شلون يعني العمل الفنية بشكل عام في المتاحف نشوفها، ليش موجودة في المتاحف حالياً؟ ليش موجودة؟ هي مش عمل فني فقط شكله حلو ومعلق على الحائط وبس، هو يحكي قصص تاريخ عام تعلمنا منه. لازم إحنا لما نشوف الأعمال الفنية هذه مش مجرد إنها جميل وندخل ونصورها بس عشان إنستغرام ولا نصورها عشان سناب شات وغيره، لازم نتعلم منها، نقرأ القصة اللي خلف الصورة هذه أو العمل الفني هذا اللي يعلمنا عن الماضي وناخذ العبرة منه. في موضوع تميم المجد كلنا شفناها ولاحظنا هذه الموضوع، لاحظنا تغير بروحه ولا نغيره؟ أيوة هني. لاحظنا كل اللي استخدموا لاحظنا هذا الموضوع كله لأنه كان الناس يبون شغلة يعبرون من خلالها. انتشرت الصورة أكثر بطريقة ثانية اللي هي جداريات في كل الفرجان، المناطق، البيوت، الشركات، داخل، ما حد قال لهم حطوها ولا شيء، لكن تعبير من الكل. كل الناس قامت راحت تكتب وتعبر على هذه الصورة. هذا شيء يعني أثر العمل الفني على المجتمع من خلال قوة العمل الفني، مهما كان بسيط هذا العمل، مهما كان يعني يحكي مشاعر الناس كلهم. لما احنا نشوف اكثر عن قرب يعني الصورة، انا قاعد افكر اقول ليش انتشرت هذه الصورة يعني بالذات، او شو المطلوب، يعني شلون انا اقدر افهم اكثر، استنتج. يمكن انتم كنتوا تشوفونها بطريقتكم وتستخدمونها وتعبرون عن مشاعركم فيها. انا قاعد افكر ليش انتشرت. هي اول شيء لو كان مخطط لها او ان مصروف عليها ملايين او اي حاجه ككامبين عالمي، ما راح توصل بهذه الطريقه، لان هي صرف عليها شيء واحد، اللي هي صرف عليها مشاعر صادقه وحب في هذه الصوره على اساس انك انت تنشرها وترفض فيها الحصار اللي صار على دوله قطر. الجميل في الموضوع ان هذه الصوره، هذا الفن، عمل نهضه فنيه، الكل قام يرسم اكثر، صار في إلهام أكثر، وهذا شيء جيد أن الناس قامت تعبر أكثر من خلال الفن، صار في ثقافة فنية، صار الكل يحب يرسم هذا النمط من الفن المودرن آرت، مع أنه كان الكل بشكل عام بشكل الكلاسيكي كنا نشوفه، في فنانين قاموا يرسمون نفس الطريقة، في عندنا ناس وقفوا في الفن قاموا يرسموا قاموا عادوا رسمهم بالفن، شافوا قوة الفن كيف أثر على المجتمع، في ناس حبوا أنهم يرسمون أو يدخلون في هذا المجال، وهذا شيء جيد جداً. الكل كان يعبر عن الفن بشكل عام من خلال مشاعره. لما نشوف هذه الصورة اللي يمكن صارت الأيقونة اللي أفتخر فيها، تشرفت في هذه الرسمة، يوم سويتها ما سويتها بدافع شيء معين، سويتها بدافع حب. اللوحة الأصلية أنا تشرفت أول شيء برسمة الصورة، ما كنت متوقع أنها بصير هاي كلها ولا راح تنتشر، لأنه ما سويتها على أساس أنه يعني أبي أنعرف ولا أنا بشوف ولا أنا عشان كذا، لا، بحكم شغلي أنا بطبيعة عملي يعني من هواية أصبحت حرفة، يعني حققت كل اللي كنت أحلم فيه وأطمح فيه من خلال المثابرة والشغل على الفن نفسه، يعني كإنتاج أفلام وسلسلات وقصص مصورة وغيرها، كل شيء سويته في هالموضوع حققت كل أحلام من خلالها. لكن كانت الفكرة وين؟ كانت إن أنت عندك طموح وعندك تبي توصل هذه الرسالة بشكل إيجابي على المجتمع. وصورة تميم المجد اللي صارت
يعني بشكل عفوي بشكل يعني لأن الحصار كان يعني كان أثر علينا كلنا. فتشرفت برسم سمو الأمير وتشرفت بمقابلته وهدائه الصورة الأصلية وهي عبارة كانت عبارة عن لمسة وفاء لغاية مسيرتنا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهذه يعني هذه اللحظة وهذه اللقطة اللي التقطناها كانت يعني من أفضل لحظات حياتي وشرف عظيم أن أنا أقابل سمو الأمير وأهديه اللوحة الأصلية اللي لازم تكون في المكان الصحيح، لازم ما تروح في مكان ثاني، علما أنه كان في لها عروض الناس تبي تأخذها تشتريها وكذا، ورفضت كل هذا لأن هي ما لها أي قيمة يعني مادية أو أي شيء يعني برايسلس على قولتهم، فلازم تكون في المكان الصحيح عند سمو الأمير. لله الحمد أنا هذا توفيق من رب العالمين. أحب أقول في موضوع أي عمل فني أو أي عمل الواحد يقوم فيه لازم يهتم في موضوع مهم جدا اللي هو الرسالة، لأن أنت عندك محتوى راح تقدمه في عمل فني أو أي عمل ثاني، عندك رسالة مهمة لازم توصلها اللي هي لازم تكون عندك أنت النية الصافية. النية هي أساس نجاح أي عمل تقوم فيه. النية عندك تعبر عن مشاعرك الصادقة وتكون في إطار المجتمع، إطار القضية اللي أنت فيها، بحيث أن أنت تكون يعني فعال في هذا المجتمع، مش وجودك فقط من عدمه أو تسوي شيء فقط للمتعة يعني بس أنا قاعد أرسم ولا أنا قاعد أسوي. لازم أنت تقدم، أنت إحنا كشباب كلنا في قطر لازم إحنا نقدم كل ما نقدر عليه من طاقة لخدمة هذا البلد، لأن قطر أعطتنا كثير وهذا أقل شيء إحنا نقدر نسويه. وأحب أن أقول لكم في النهاية أي عمل تقومون فيه لازم يكون بشكل يعني تخلصون فيه النية وتكون له رسالة. ويعطيكم العافية وشكرا على حضوركم. شكرا.